راح تستكمل الجولة الثانية، والصندوق موجود والصبورة موجودة وتمشي الأمور طبيعية. هو هذا العمل الديمقراطي، يعني ليش نتخوف وليش يعني نسوي من الآن سيناريوهات واللي يصير مع محمود المشهداني لازم يعني يقلبها على الحكومة والعكس صحيح؟ لا، ماكو هيج حكي. راح يصير إكمال الجولة الثانية، وبالتالي اللي تفضل بيه استاذ عارف صحيح، يعني راح حتى اذا بالجوله الثانيه لم يحصل احد المرشحين على ال 166، ولو انا يعني اتوقع واتمنى انه نحسم الموضوع بالجوله الثانيه، لكن ايضا راح تبين توجه المجلس لمن يذهب، وبالتالي من يحصل على اعلى الاصوات سوف هذا تصريح يحيى المحمدي استاذ احمد. يقول يحيى المحمدي زميلك في مجلس النواب، يقول الكلمة الأولى والأخيرة هي لكتلة تقدم في اختيار مرشح رئاسة البرلمان، ولن يمر أي مرشح لرئاسة البرلمان إلا من خلال حزب تقدم. نقطة على السطر، يعني يقول وهم قالوا راح نعدل النظام الداخلي، واحنا كنا نقول ماكو تعديل للنظام الداخلي، مو لان احنا يعني لانه احنا نفهم الدستور بانه النظام الداخلي مو قانون حتى يتعدل، النظام الداخلي تنضاف له بنود ونقاط، وبالتالي هذا الكلام كلام للتسويق الاعلامي، لكن انا اقول لك مثل ما قلت ماكو ترشيح جديد، وهذول المرشحين هم نفسهم. انا اقول لك بانه لما تصير الجلسة راح تبين، أما تقدم ما يريد محمود المشهداني يفوز ولا يريد سامي العيساوي يفوز، يريد ما حد يحصل. بالعكس هم البارحة قالوها بلقاء وياي، قالوا يبقى محسن المندلاوي ولا يجي مرشح آخر، لأنه لو أنا أقعد على الكرسي لو يبقى الكرسي أي واحد خليه يجي يقعد عليه، بس مو سني. خلي أشرب ماي شوية واحكي ويا أستاذ عارف. إحنا وكتل الإطار والكتل الكردية ما ممكن انه يمضي هذا الموضوع. نعم طيب، احنا هاي اليوم اللعبات اللي لعبوها العيساوي لا تنقول الا يجي رئيس برلمان. طيب فهذا الامر هو اللي راح يصير، فبالتالي والنواب، ترى النواب يعني انا اتكلم عن النواب، اتكلم نواب كل الكتل عندهم رايهم الخاص والتصويت سري، وبالتالي ما حد يلزمهم لما يروح يختار سالم لو محمود لو طلال. طيب اللي يقتنع به ويشوفه مناسب يكتبه. طيب بس خلي